مود انت لحنت اي نفس الوقت عندك عمل اخراجك اي صحيح صح تجربه واحده تجربه شلون شفت هاي التجربه حلوه يعني مستقبلا خلينا نقول انه راح يتكررها ان شاء الله مو بس لك لا فقط انطلب لك بس فقط لي لا ما يعني اذا احد مثلا عجبه فكر محمد عجبه ذوق محمد محمود عفواً أي. إذا عجب ذوقك عجب فكرك عجب تنفيذك للأعمال احتمال يعني أشتغل الروحي لأن أي واحد أي شخص يشتغل الروحه ما يقصر لا أكيد هو ما واحد بخيل على نفسه خصوصاً بمجال العمل مو انتقاصاً بالمخرجين اللي اشتغلت وياهم لا بالعكس أعمالي كلها نزلت حلوة كلها ما تسيء لا بالعكس هي اخذت مساحه حلوه كلش حلوه الجمهور حبها وهذا الجمهور حبها هذا الاساس انه خلى محمود انه فنان خلينا نقول يعني دخل مجال الفن من اوسع باب طبعا الحمد لله الشكر الفضل الله الحمد لله الشكر الله وفقني لان اي شخص هاي اوجه نصيحة. أوجه نصيحة لكل الفنانين أيه؟ لكل الفنانين أوجه نصيحة أقلهم أي شخص يصفي نيته ينجح أهم شيء هاي صفي نيتك ويا الكل اللي يحكي عليك قل له أنت حبيبي مي خالف أنت حتى لو تحكي علي أنت أخوي وحبيبي وعادي خل ايش ما يحكي خلي يحكي العالم ايش ما تحكي خل تحكي امشي عدل العالم تحير بيك واللي يريد يحكي خلي يحكي واللي يريد ينتقص بيك خلي ينتقص يعني شلون اقول لك الشجره المثمره عافيه ترمى بالحجاره